كراتي بانديكوت. انظري إلى قدمي، إنها مغطاة بالسخام. وعذرا كاب والرفيق القديم عن ضربي على الرأس وإعطائكم الإحباط، ولكن في المرة القادمة سأقوم حقا بتنظيف حذائي. ألفونسو ميغاردو، أنت طاهر رائع، لكن الحذاء النظيف هو ما أريد أن أرى. نعم نعم كابتن، نعم نعم. يا ألفونسو أنا متحمس، إنه نظيف جدا، أحسنت يا ميغاردو. كابتن لو أطلقت النار علي ربما كنت سأفعل ذلك أيضا. رائع، لقد نفذ من الليل حذاؤك. جلد، هل هو نظيف في الطبس. هذا لا لا نعم. طن طن طن، ماذا تعني؟ أوه، أحب حذاءك النظيف ووجهك المبتسم، لكن ألقى نظرة على رباط الحذاء المفتوح. أسف كابتن، على السهل سأصلحه وأجعله صحيحا. ها 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 ها.